آخر فقرة من برنامجنا لليوم، فقرة جدا مهمة ميسان. طبعا يعني هي بتهم كل الأمهات، خلينا نقول الأب والأم، بس الأم أكثر، وخصيصا مع بداية المدرسة، ومو بداية صرنا بالمذاكرات تقريبا. العلم هو أسمى الغايات وأهمها. دائما بيطمح الأهالي على اختلاف أعمارهم إلى بناء أبنائهم بناء ناجح. يكون العلم أحد أهم ركائزه، ودافعية التعلم يلي بتولد مع الطفل هي من أهمها، وبيسعى الآباء والأمهات إلى زرعها بنفوس أطفالهم وللتغلب على جميع ما يتعرضون من صعوبات. هلأ رح نحكي عن دافعية التعلم وأهمية الأنشطة، أهم الأنشطة يلي تقدر تساعد الأهل عليها عند الأهل وأيضا بالمعلمين، مع أخصائية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك رندا، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير رندا. يعني اليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم، هي دافعية التعلم يلي ممكن تخلق مع الطفل وتكون عالية جدا، أو ممكن الأهل والوسط المحيط غير. خلينا بالبداية نعرف شو هي دافعية التعلم. الدافعية هي، خليني أقول لك، القدرة أو الإمكانية أو الشيء اللي بيحفزني لأنا دائما أسعى لأنجز مهمة معينة أو أكسب شيء معين، قد ما كان صعب وقد ما كان بيحتاج لجهود ووقت. فهي القدرة لأني أنا أقدر أحقق هذا النجاح أو الإنتاج أو الشيء اللي بيحفزني لأني أعمله، هو الدافع اللي أنا بيدفعني، اسمه دافع لأنه هو دائما شيء ممكن يكون داخلي، شعور داخلي ممكن خارجي، بيدفعني لأني دائما أسعى لحقق مكاسب معينة. هلأ هون بتختلف كيف ممكن تكون الدافعية إيجابية ممكن وكيف ممكن تكون سلبية. أحيانا بيقولوا لك شوية غيرة هي دافع جيد لتحقيق النجاح، احيانا بيقولوا لك دافع بسيط لانه الواحد يكون عنده حب تملك بشيء باشياء بسيطه او تقديره لنفسه. فهذا كله بيعطيني دافع لحقق انجازات. ونحن دائما الحياه هي تعلم، فنحن دائما بنصب كل اهتمامنا بموضوع التعلم اللي من اساسه بتنفتح ابواب الحياه الثانيه. طب هذا بس سؤال، الدافعيه بتكون بتخلق مع الناس؟ يعني بنقول في اطفال انه هن اشخاص بيحبوا يتعلموا، عندهم هذا الدافع انه هن يكتشفوا يعرفوا اكثر، وفي اشخاص ما كسولين. تماما كسولين، يعني فكره التعلم بالنسبه لهم كثير صعبه. فهو في بتخلق عند بعض الاطفال انه اطفال عن جد في عندهم هذا الدافع، واطفال ما عندهم اياه كليا. هلا الدافع موجود بكل شخص وبكل كائن حي من اول ما بيخلق لحد ما يموت. الدوافع هي ثلاث انواع، او بدها تكون فيزيولوجيه، طبيعه الفطره اللي خلينا نقول الفطره الموجوده عند الكائنات البشريه، ممكن تكون خارجيه اللي نحن المحيط شو بيقدم لنا يخلي يكون عندنا دافع، وداخلية اللي الأغلب بيكون في تربة أساسية بالشخص واللي بيدعمها دائما المسيرات الخارجية والناس المحيطة فينا والمجتمع. كيف أول شيء لما بيخلق الطفل فهو عنده دافع لأنه يأكل، دافع يكون مرتاح، دافع ليكون جنب أشخاص بيريحوه اللي هي أهم شيء ماميته. فهذا الدافع الفطري اللي موجود عنا نحن منه منبلش كأطفال نحولهم يا ليكون دافع بيبدأ خارجي بعدين بيصير دافع داخلي. دائما أنا بقول للماميات علموا أطفالكم يبلشوا يحاوروا حالهم، هن يتبطبوا على حالهم، هن يعطوا الحوافز لحالهم بطريقة شو بيحكوا مع نفسهم. فهذا هذا هو الدافع اللي انا بنقله من خارجي لداخلي. حاعطيك هيك مثال بسيط، دائما الماميات بتقلي انه اعطي امثله تكون شوي قريبه من حياتهم. مثلا انا عندي طفل بدي اعلمه يمشي، ما حنقرب على الدرس. فاول شيء هو عنده دافع الخوف اللي هو حيخاف، هذا حيمنعه حول انه انا كأن ابني جبان ما بيقدر يمشي، بيخاف، ضعيف جسمه، ضعيف جسمه ضعيف. فانا بحط اوكي جسمه ضعيف، فانا بعمل له شويه تمارين، بلعبه العاب معينه لتقوى عضله رجله، بساعده. هي المساعده هي الدافع اللي حتعطيه الامان وحتنقل له بدافع خارجي اللي انا عم شجعه وعم بقول له برافو، ممكن عم بعطي معزز بونبون ولا اكله اي شيء هو بيحبه او لعبه بيحبها. هذا الدافع الخارجي اللي انا بزرعه فيه.
بعدين لما أنا تركته بمكان آمن هو قدران يكتشف المكان حواليه أنه هو آمن، بيقدر يقوم يوقف لحاله ولو وقع ما رح ينأذى، فحيقدر هو يكون عنده هذا الدافع الداخلي ويبلش بشكل تلقائي يجرب يوقف. نفس الشيء بننقل على العلم، نفس الشيء بننقل على حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية، على شعورنا بالإنجاز. نحن كلنا بنسعى لنطور حالنا، نسعى لمكاسب جديدة بحياتنا إيجابية، كلها هي أساسها دافع المجتمع اللي حوالينا على شو بيدفعنا. الشخص الفاسد لما يكون بمجتمع أو بوسط فاسد فهو حيدفعه لأشياء فاسدة، لأن هي اللي حتعطيه المعزز يتميز بيناتهم. ونفس الشيء الشخص الناجح واللي قاعد ببيئة ناجحة. نعم. تماما. رندا، من أي عمر نحن بنقدر نكتشف مستوى هي الدافعية الموجودة عند الأطفال؟ إنه أنا ابني دافعيته للتعلم جدا عالية، بعض الأهل بيشوفوا إنه لا، متدنية بحاجة لتشجيع وتحفيز. هلا هون ما في شخص ما عنده دافع، ولكن كيف علاقة الأم بطفلة لما بتعوده يكون طفل اعتمادي فأكيد رح ينخفض الدافع عنده. كيف يعني اعتمادي؟ يعني أنا لسه ما بيبكي شوي فأنا حأحمله، لسه ما بي... طبعا الأم أكثر شخص بيقدر يميز طفلة أنه هو غنج عم بيبكي ولا هو تعبان ولا بحاجة. لا، شولات بيبكوا بدون ولا دم عارف. تمام. أكثر شيء بتكون تماما أنه شوفوني أنا بكاء موجود. شرير هذا. تماما. فأنا لما بيكون في هيك بكاء شرير معلش بعطيه لعبة يكتشفها. المرحلة الذهبية اللي أنا بشوفها بحكم خبرتي هي مرحلة الاكتشاف عند الطفل، لما ببلش بده يبلش يمشي، يبلش يسحف، يبلش يمسك الأشياء. دائما ماميته نكوش بالغراب. دائما ماميته بتشتكي إنه بضل بينكوش لي بالأشياء. بقى هاي الفترة هي هذا الدافع، حب الاكتشاف. لما أنا ببلش أعطيه مواد بسيطة يكتشفها، ما أكون كتير كيف أنا بدي يكون مثلا، إلا أنه خلص تركي شوي على راحته، أنه يي أنا ما بدي يتوسخ، يي أنا ما بدي يبل تيابه، يي أنا بخاف يوقع. طيب أوكي، حطيه ببيئة آمنة مرتاح فيها وتركيه، أعطيه مساحة اكتشاف حرة له، حتى أعطيه هذا الحافز والدافع لبعدين يصير يكتشف. الاكتشاف ينتقل للكتب، الاكتشاف ينتقل للعلم وللثقافة، يصير هذا الدافع عنده يزيد بكل التفاصيل. تماما. ونواجهه بطريقة إيجابية. هلأ في غلط بيكون دائما بين مصطلح الدافعية والاندفاعية. الاندفاعية هو الاندفاع اللي أنا دائما بسأل الطفل ليه ضربت رفيقك، بيقول ما بعرف حسيت ايدي لحالها راحت ضربته. فبنسمع نحن هيك وبنضحك انه هي عم بيحتال علينا. هو لا، فعلا هو لما بيسبق السلوك التفكير، حتى عند الكبار نحن بنشوفها، حتى عند المراهقين بنشوفها، بيكون شخص مندفع. اما الدافعيه هي الحافز اللي موجود عنا لنسعى دائما لنعمل اشياء بغض النظر سلبيه ولا ايجابيه، ولكن نحن اللي منوجهها من عمر مبكر لحتى ناخذ نتائجها بالمراهقه وبعدين منريح هذا الطفل اللي صار شاب وصار شخص راشد. يعني هلا عم تقولي دائما انه الدافعيه موجوده عند الاشخاص، بس صدقا نحن بنشوف اطفال اخين فينا نقول نفس التربيه، نفس طريقه الام كانت مع الاول ومع الثاني. بنشوف انه في طفل كثير خصوصا بعمر صف اول ثاني، هي الاول ما بيفوتوا على المدرسه، بتشوفي انه في طفل كثير عنده حب لانه هو يتعلم، بينادي لامه انه بدي اكتب الوظيفه، بدي ادرس، تعي شوفي شو اخذت. وطفل ثاني بيشلف الكتاب، ما له خلق، ما عنده، ما بيعني له. طيب وين هي الدافعيه اللي هي موجوده عندهم؟ اذا موجوده عند كل شخص، بس كيف هي يمكن ظهرت عند كل واحد بمنحة مختلف؟ تماما. هلا لك لما بدك ترجعي للتربيه والتنشئه ولو توأم، وكل الدراسات بتثبت هذا الشيء، دائما كل طفل في فروق فرديه بيناتنا، كل طفل بيتميز عن ثاني بشيء. فممكن هو يكون في عنده جاذبيه اجتماعيه معينه، فهو اخذ هذا الدافع اللي هو خصوصي بهي المرحله العمريه اللي هي مثل ما ذكرتي صف اول وثاني، هي بنلاقيها بهي الفتره وبنلاقيها بالمراهقه. فهو عنده انه بده يكون مسلط الاضواء عليه هذا الدافع تبعه. هذاك الطفل شاف انه درسه وقدرته وجلادته مثل ما بنقول على تحصيل العلم او المثابره وطريقة الدوافع الخارجية اللي عم تجي لما بتعزز له المس الإنجازه، لما مامته بتعزز له الإنجاز اللي بيعمله.
فهاد حيكون لما هو بيشعر بالإنجاز أنه أنا أشطر واحد بالصف، فهون صار ميوله واستعداده لأنه يكون الدافع تبعه موجه ناحية العلم. أما الطفل الثاني فهو مثلا بيكون اجتماعيا ظريف، بيكون متحدث ظريف، محبوب له كاريزما معينة، بيقدر يعني هون في عندي درجة ذكاء متساوية، ولكن كل حدا منميها ومستفاد حظه بالمشاغبة تماما مستفاد منها بطريقة معينة. في عنا استعدادات انه نحن اميل لانه ناخذ المتعة والانجاز بدون اي جهد. فأنا بقدر دائما بيقولوا لك شغلة صعبة عطيها للكسول الذكي اللي هو بيلاقي لك أسرع طرق بدون ما يعذب حالك. يعني خلينا نقول رندا التشجيع هو أول بنت إحنا بنقدر نشتغل عليه لحتى ننمي هي القدرات التحفيز والتشجيع عند الأطفال. يعني أسئلتنا كتير جدا رندا، لكن الوقت للأسف خلص، رح نكمل أكيد بحلقات جاية. بنتمنى فعلا الأهل يكونوا على قدر هذا الوعي والمسؤولية لحتى ينموا هي الدافعية عند أطفالهم. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا كثير لك رندا وللمعلومات اللي اعطيتينا اياها. فعلا لازم هون دور الاهل انه هن يستثمروا كل شيء موجود عند اطفالهم لحتى يوجهوها للطريق المناسب، وما يجوا يشكوا بفصل الشتاء وفصل الدراسي من اطفالهم انه هن ما عم يقدروا عليهم لحتى يدرسوا ويتعلموا. شكرا كثير لك. شكرا لكم.